لما نيجي نقول ان الوضع يمكن دلوقتي بقى مختلف، يعني التبجح بما حدث، نعم وكمان القاء التهم على الاخرين ونفي التهمه تماما وكاننا ما بنشوفش، يعني النفي اللي صدر من الجانب الاسرائيلي بانه احنا ما عملناش حاجه والصواريخ دي مش بتاعتنا، والقاء التهم على الجانب الفلسطيني بمختلف فصائله، ده شيء يعني بس ده سلوك معتاد. تطور غير مسبوق لا باللي احنا شايفين. يعني حضرتك وصفتي التبجح الاسرائيلي. هذا التبجح ليه مظاهر مختلفه، اللي بتقوليه جزء منه مرتبط بالانكار، جزء منه تحميل الطرف الفلسطيني السبب ان هم كانوا رد فعل لما جرى ليهم، وجزء منه مرتبط بالدعايه ان هم بيواجهوا الارهاب. يعني لما تيجي تشوف وسائل الاعلام الاسرائيليه على المستوى العالمي بتحاول تبين ان ما جرى في 7 اكتوبر هو 11 سبتمبر اسرائيلي، وان حماس دي منظمه ارهابيه مش منظمه لمقاومه الاحتلال. تزييف الحقائق. يعني دي جزء من استراتيجيه الاله الاعلاميه الاسرائيليه، وللاسف هم ناجحين لان وسائلنا في الرد غير فعاله. هنا نتحدث عن كدول عربيه او نتحدث عن منصات يعني ايه بتدافع عن القضيه الفلسطينيه، لان لوبيات الضغط خاصه في واشنطن، وخاصه ان اسرائيل بتستغل حاله اقتراب الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، وان اداره بايدن وحتى منافسه من الحزب الجمهوري يحتاج الى صوت اللوبي الصهيوني في تعزيز موقفه في الحالة الانتخابية المقبلة، وترى إسرائيل أن الولايات المتحدة بحاجة له. الأكثر أهمية من ذلك إن حضرتك بتتكلم على اقتراب الانتخابات الأمريكية. اللي بيحصل ده كمان مش نوع من أنواع أو رد الفعل الشديد العنف وشديد الدموية اللي احنا بنشوفه تجاه الجانب الفلسطيني، ده مش نوع من أنواع الدعاية الانتخابية لما يحدث في إسرائيل، نوع من أنواع الدعاية الانتخابية لإسرائيل نفسها؟ لا، أصل إسرائيل معروفة إن هي دولة استيطانية استعمارية عدوانية، بتحاول تصدير صورة إن هي تعيش في محيط غير آمن بالنسبة لها، متخذ موقف عدائي مش فقط من للحكومات وإنما مرتبط بالمجتمعات، وبالتالي هي بتحاول إن هي تصدر صورة إن هي تعاني من حالة إلا أمن. لكن خلينا يعني نقول ان ما جرى في 7 اكتوبر هز المنظومه الامنيه والعسكريه والاستخباراتيه الاسرائيليه لعدد من الاسباب. السبب الاول ان هذه الضربه لم تاتي من جيش نظامي، وانما اتت من جانب فصيل مسلح. احنا لما كنا بنتكلم في حرب اكتوبر اللي هي في تزامنيه نسبيه 6 اكتوبر و7 اكتوبر، لا، تلقت إسرائيل الهزيمة على يد أكبر جيشين عربيين في تلك المرحلة، لكن في هنا حركة مقاومة مسلحة غير نظامية، غير نظامية اللي احنا بنقول عليه في العلوم السياسية نون ستيت أكت. النقطة الثانية، التفسير الأولي لما جرى في الفترة اللي فاتت اللي توصلت إليه أجهزة الحكم في إسرائيل أن ما جرى هو عبارة عن خلل في المنظومة الأمنية والعسكرية. في فترات سابقة سواء كانت في حرب أكتوبر أو حتى في الأيام المواجهات المحدودة مع حماس وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى زي الجهاد، كان بيشير إلى أن هناك تقصير لدى بعض القيادات السياسية والأمنية، لكن هنا نتحدث عن خلل في المنظومة الأمنية والعسكرية. النقطة الثالثة، أن ردود الفعل في إسرائيل كانت متباينة الحتة في فترات سابقة، دي عنيفة نتيجة الفزع اللي سببته تلك الهجمات من أبعاد مختلفة. أولا نحن نتحدث عن تزامنية في ضرب أهداف محددة داخل العمق الإسرائيلي، بل الأكثر من أهمية اللي انت يعني حماس ما كانش بتتكلم حوالين الاشتباك وتخرج، لكن بقت في فترة، وده بيمثل مصدر شديد الخطورة لدى الرأي العام الإسرائيلي الذي رأى أن تلك الحكومة هي أحد مصادر التهديد الأساسي لأمنه الوطني وأمنه الشخصي. وبالتالي يدرك بنيامين نتنياهو
انه مستقبله صار على المحك.